بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء عبد العزيز عبد الله اخت المعتقل بيومي عبد العزيز عبد الله في سجن الابعدي دمنهور. والله بيومي ده الاخ الوحيد لنا، احنا 6 بنات وده اخونا الوحيد، اصغر اخ فينا، يعني هو الصغير خالص بس بالنسبه لينا هو الكبير، هو الاخ وهو الاب. ابو والدي راجل كبير بالنسبه لينا احنا، كل شيء يعني هو كل شيء لنا، اي شيء بنعوزه، اي مشكله بتجيب لنا بناخده رايه، هو اول انسان يجيب لنا ناخده رايه. بالنسبه لنا هو يعتبر الشمعه اللي منوره حياتنا كلها. هو محترم، اخ صديق، يعني بر بوالده ووالدته، بر باخواته، ما يعني اصغرنا سنا لكن اكبرنا عقلا. هو بيعمل اي شيء نحاول ان هو يرضي جميع الاطراف، يعني اصحابه، جيرانه، اي حد موجود هيعرف بيومي. يعني بصراحه ليه معزه خاصه خالص في المكان والمنطقه بحالها اللي هو عايش فيه، لان سيرته كويسه واسلوبه كويس مع الناس، محترم، بيحب الخير لكل الناس، بيجي على نفسه، ممكن ياخر مصلحته ويقضي مصلحه صاحبه، صاحب صاحبه جدا، اصحابه متعلقين بيه بطريقه مش طبيعيه. لو هم مش موجودين في البلد نفسها او مسافرين خارج البلاد، على اتصال دايم بيهم، حتى بعد اعتقاله على اتصال معانا بالاسره، اصحابه بره مسافرين بره بيتصلوا بوالدته ووالده باستمرار بزوروهم، لان بيوم كان كويس خالص، كان بيبقى بالنسبه لاصحابه هو اخ مش صاحب، واكتر من الاخ بالنسبه لنا احنا بنات، معتمدين اعتماد كلي عليه، اخونا وابونا وكل شيء لينا معتمدين، واصحابه يعني بصراحه هو اخلاق وبيحب الخير لجميع الناس. بيومي والله احسن واحد في العالم، بيومي بحب امه وحب اخواته وحب الناس كلها، تدعي له اللي في الشارع واللي بره، كل اللي بيدعي له محترم حلو خالص والله، يعني ما فيش اي حاجه، يعرف ربني وحنين على ابوه وعلى امه وعلى اخواته، وما فيش اي حاجه والله، محترم. كم اخدوه كده ظلموه والله، يوم احتقلوه انا ما كنتش حاضره، يعني كنت موت ساعة ما شفتهم واخدين، خدوه شيء كده منهم لله، منهم لله البعض صراحة. لا هو بسم الله ما شاء الله، هو يعني عنده ذكاء جامد، المدرسين بتوعه كانوا بيقولوا هو كان متعلق بالكورة في أول مشوار الحياة بتاعته، كان مدمن إن هو يلعب كورة وكان حابب المشوار ده خالص، فده فربنا ما لما ما أرادش بيه، فهو حاول برضه ان هو يكمل في الدراسه، فبرضه قابلته ظروف، فحاول يعني لما خد الدبلوم ما رضاش يقف عند الحد ده، فحاول برضه ان هو يكمل وقدم في جامعه مفتوحه، وحاليا هو فيها، بس الاعتقال طبعا منعه على حضور الامتحانات بتاعته، وما دخلش الامتحانات بسبب الاعتقال اللي هو حصل له ده، لان هو يعني عايز يكمل ومش راضي يعني نفسه ان هو يقف عند حد معين، عايز بيكمل في مشواره وعايز يوصل لدرجة كبيرة، يعني عايز تفكير مخه يبقى متفتح، يعني إنسان باصص للمستقبل، متطلع للمستقبل كويس، مش عايز يقف عند حد مع حاجة معينة، بيحاول دايما للأحسن، دايما بيحاول إن هو يكون في الأحسن. حلو معايا، بهزر معايا، حلو كويس، حنين على اخواته وحنين علي، حتى لو زعلني يجي يصالحني تاني اي حاجه، يعني حلو والله، ما بيش اي حاجه، كان محترم، والناس بحالها بتحبه والله وتدعي له، يعني انسان محترم وكويس، بشوش حلو، ويحب رفقاته ويحب اخواته ويحب اخواله وعمامه، ويسال يعني في الشيزن وبيسال عليهم كلهم، يقول خلي بالك منهم، يقول لهم خلي بالكم من نفسكم، يعني محترم، خلي بالكم من نفسكم انتوا، اللي يروح له يقول له خلي بالك من نفسك، وكويس ومحترم والله، ما فيش اي حاجه. حسب الله ونعم الوكيل في اللي ظلموه. هو في نفس الوقت كان بيدرس وكان يعني موفق نفسه في كل شيء، يعني في دراسته وفي اجتماعياته مع اهله واصحابه واخواته وجيرانه وشغله، كان موفق بصراحه، وكان مباشر حياته بطريقه طبيعيه، وكان مجتهد في حياته. يوم اعتقاله كان يوم 24/10 الساعه 2، نزل قدام المحل بتاعه بوكس فيه كتير من ناس مخبرين ومن الداخلية ناس كتير، نزلوا شالوه شيل وحطوه في البوكس مسافة ما يكملش لحظات، بوكس خده وجرى بسرعة بسرعة خالص، ما كانش يعني لو أي حد كان يجي قدام البوكس ما كانش يعني اللي بيسوق البوكس ده ما كانش شايف، كان طاير بيه، غموا عينيه، أول ما دخلوه في البوكس غموا عينيه
وطلعوا بيه على سجن على مركز الكوم الاخضر. اول ما دخلوه المركز الكوم الاخضر قاموا عليه ضرب واهانات وكهرباء وجميع كل ما يعني ما في التعذيب من الساعة 2 ظهرا من الساعة 2 ظهرا للساعة 12 بالليل، وهم قايمين عليه الانتهاكات والتعذيب والضرب وإهانات من جميع أنواع، ما يعني كهرباء ماشي، ضرب بالإيد ماشي. فكان ناس بتدخل كانوا بيعملوا بيريحوا، ده اللي بيتعب بيخرج وبيطلع وبيدخل واحد غيره ويكمل لحد هو ما فقد الوعي بتاعه، ما عادش خلاص فقد وعيه، نام من شدة التعب ما عادش حس بنفسه، خرج يعني صاح الوعي الساعة 1 بالليل. فبيسأل واحد جنبي بيقول له يا حاج العصر الدان، قال له حاجة العصر الدان ايه يا ابني، ده احنا الساعة 1. فيقوم هو أول ما فاج من الضرب بتاعه الساعة 1 بالليل شالوه وطلعوا بيه على فرج الأمن في دمنهور. أول ما وصل برضه فرج الأمن في دمنهور قابلوه برضه بالتعذيب وهنوه برضه وعذبوه، وقعد في فرق الامن 12 يوم. رحنا نزوروه في اليوم اللي هو ال 12 ده اللي احنا ميعاد الزياره بتاعته، قالوا لنا ده هو ترحل سجن الابعديه، فعشان نزوروه تاني سجن الابعديه رحنا، قالوا لازم نتعدى كمان 12 يوم، يعني قعدنا 25 يوم من غير ما نشوفوه او نزوروه. ما عملش حاجه خالص من اللي هو وهم مرقبينها له، التهم اللي مرقبوها له دي ما عملش حاجه منه خالص. رحنا بالاكل لما راح تاني يوم قلنا نودوا له لقمه، ما قال يا ستي ما فيش ازاي، طب نشوفه بس، كنت شهر ما شفتوه، نبص عليه بس، نتحايل على الضابط ولا الضابط الامن دي ولا ايه، نتحايل عليه نقول طب هنسلم عليه بس ونسلمه الاكل في ايده، يقول لي لا يا ستي هاتي الاكل ومشي، وفعلا اعطيناه الاكل ومشينا ما شفناش. بالنسبه للتهم اللي توجهت البيومي هم خدوه يوم 24/10 ودخل اتحبس، على بعدين احنا قابلنا المحامي وعرفنا ان هو محبوس على ذمه قضيه حرق المركز، حرق المركز. فتم محبوس على قضيه حرق المركز دي 5 شهور ونص، وهم كل ما يتعرض يديله تجديد 15 في 15 في 15. في اخر 15 خد اخلاء سبيل، فخد اخلاء سبيل من قضيه حرق المركز وقعد يومين في الابعديه تاني، وبعد كده ودوه على سجن الكوم الاخضر. فقعد في سجن الكوم الاخضر يوم تاني، فقعد معاه الضابط. اول ما دخل الكوم الاخضر فالضابط قال له انت وصلت يا بيومي، يبقى الدكتور محمد مرسي جاي وراك. فقال له ليه وانا عملت ايه؟ قال له لا ده انت ما ينفعش تخرج كده، على العموم انت لسه ليك معانا محضر تاني، وانا هقعد. فقعد فالضابط قعد يحقق معاه وقعد يتكلم معاه، قال له انا عايز اعرف انت هتخرج من هنا تعمل ايه؟ قال له انا راجل خاطب وهخرج من هنا اتجوز واعمل فرحي واعيش حياتي زي اي مواطن مصري. قال له لا انا مش مصدقك، قول لي اللي في قلبك. قال له هو ده اللي في قلبي. قال له على العموم انت لسه ليك محضر معانا. قال له في محضر ايه؟ هي تهمه المركز ديت انا ما كنتش موجود فيها اساسا، هو ما كانش في حوش قيس اساسا يوم حرق المركز ده، كان عنده امتحانات. فهو خدوه على ذمة المركز، وبعد ما خرج من المركز لقوه مجهزين له محضر تاني، محضر تجمهر وقطع طرق وحاجات كتير. فقعد يومين في سجن، قعد حوالي 15 يوم تاني هنا في سجن الكوم الأخضر، وبعد كده ودوه تاني رجعوه تاني لقوات الأمن، وبعد قوات الأمن قعد فيها برضه فترة، وبعد قوات الأمن رجع حولوه تاني على سجن الأبعدية على ذمة اللي هو المحضر ده، على أساس إن هم دخل لما راح يحولوه إن هو عملوا له المحضر، المفروض إن هو قبل ما تنحال ينعرض عليها، وقبل ما تنحال كان يدخل للوكيل النيابة ويقعد يحقق معاه. فإحنا فوجئنا إن يوم العرض على ذمة المحضر ده إن هو وكيل النيابة مشى وقال لهم مضوه على الإحالة. قال له فإحنا بنتكلم مع الموظف اللي هو سكرتير النيابة إزاي يمضي على الاحاله من غير ما يقعد، هو من حقه ان هو يدخل يتكلم مع وكيل النيابه ويعرف ان هو مظلوم او مش مظلوم. قالوا لا امضي على الاحاله وبعد كده يبقى ايه هتتعرض وتشوف القضيه دي. فهو طبعا زعل وغضب، ازاي نمضي ده من حقي اقل حقوقي ان انا لازم اقعد معاه ويسمعني. فما فيش يعني ما حاولنا معاهم، قالوا لا لازم يمضي على الاحاله، فمضى على الاحاله بدون اي عرض وبدون اي استجوابات او اي شيء، مضى على الإحالة. وبعد ما مضى على الإحالة رجعوه تاني الكوم الأخضر. فقعدت الجلسة ما نزلتش حوالي شهرين أو شهرين ونص، فنزلت له جلسة وجيه القاضي أجلها وليه جلسة تاني يوم 18/6. قبل ما يروح يسك طبعا أخته بتروح تشذل من بدري،
من الساعة 6 بتروح، فبنقعد واحنا قاعدين لما قريب الظهر حوالي الساعة 11 على ما تخش الخاصة، إن بقت زيارتين يخشوا الخاصة، وبعد الخاصة ما تخلص دي ودي بقى حوالي إيه الظهر، بعد الظهر نخشوا حوالي شوف بقى العصر الساعة 4، يعني من الساعة 12 من الساعة 7 الصبح نروحوا لما بعد العصر الساعة 4 ل 5 على ما نخشوا وفتشوا، ويقعدونا في حتة مليانة زبالة وقرف على ما يخلصوا التفتيش خالص الأكل، يجوا بقى مقيدين لك النور ويجوا مطلعينهم علينا، يطلعوا بيننا سلكين من سلك واحد، لا انا بنسمع كلامه بغير ما نبص فيه كده وبس، ما بنقدرش اقول انا كويس يوم انا كويس، ما بنحكمش على نفسي من منظر، يعني منظرهم حاجه غريبه، يبدي يبقى يزعق على الاخر وده يزعق ويقول له مش طايق سامحيه، اهله واقفين قدامه يقول له انت بتقول ايه، والتاني يقول له بتقول ايه، وانا بغير ما نبص وخلاص وعيني تدمع، والله ولا كلمه بنقولها له ولا بنعرف نقول له كلمه خالص، غير انتوا عاملين ايه يوم انا كويس يوم بس على كده. شوف بقى من الساعه 7 من غير اللي بتروح 6 تشذل لما للساعه 5 ان كان روحنا ولا ساعات المغرب على ما ندور نروح، ده دي في السلك. الخاصه بقى ان كان طلعنا يعني الساعه 1 ولا 2 تبقى زياره خفيفه، الخاصه دي نخش حوالي الساعه 11 نطلع بعد الظهر منها برضه برضو 10 دقايق، يعني يا دوبك كلمة، انت عامل ايه يا ابويا، انت عايز حاجة، عايز ايه يعني، عايز هدوم، عايز حاجة، يقول على اللي انت عايزه نجيبه يا ابويا، يقول مش عايز اي حاجة، وبرضو صفروا لهم ويجوا مدخلين. والله يوم الزيارة احنا بنروح زيارة نسجل، يعني بيبقى يوم طويل، بتصحى بنصحى الصبح من الساعة 6 بنروح على الشباك ونقعد على ما يفتح الشباك نسجل، ونرجع تاني ننتظر ان هو لما بتبقى زياره خاصه بنقعد تاني ننتظر حوالي ساعتين او ساعه ونص انتظار ان الباب يفتح وينادوا علينا، لا بنقعد في مكان قدام السجن يعني حر او في البرد بيبقى برد ما فيهوش يعني اي ادميه للبني ادم، بنقعد فيه وبعد كده بينادوا على الاسامي بندخله علشان نتفتشوا الاول الاكل على السير كده، واحنا داخلين بيحط الاكل على السير يعدي من على السير يتفتش، وبعد كده بيبص في اذن الزياره لو احنا بيبقى مثلا معايا 4 لو 3 بيدخلك، لو في واحد زياده بيمنع الدخول، لدرجه مره ان انا كان معايا بنتي الصغيره وكان في اختي تانيه جايه زياره معايا عيله عندها 8 شهور وانا واقفه بقى في الحر من الساعه 6 الصبح منعني من الدخول وقال لي لا ممنوع، هي زياره 3 وبنقف نتبهدل، بعد كده بندخل الاول نتفتش تفتيش ذاتي يعني بكل شيء، لو معاك شنطه بتكبها قدامها، لو يعني بتفتشك لو طفله صغيره عندها شهور بتتفتش تفتيش ذاتي، بعد كده بيدخلونا على تفتيش الاكل بنسجل اسمنا في تفتيش الاكل وبفتشه ان بيتخرج له الاكل قدامه بيفضي كل شيء اي شيء بيفضيه، لو قسم باكو الشاي لازم يفتحه، باكو شيبسي لازم يفتحه وترشقه، لازم لو معاك انسيه بيجي يقطعها بالسكينه، طب مش هتنفع مثلا لو انت واخد له كميه لان الزياره دي كل شهر مش هتنفع، يعني الاكل اللي انت بتاخده ده لو ما كلهوش في الوقت ده بيترمي، يعني ما ينفعش يستنى لتاني يوم لانهم ببهدلوه بفضوه في اكياس بيقلبوه، ولو في اي شيء بيقول لك لا ده ممنوع ده ممنوع ده ممنوع، لو اي شيء انت عامله في البيت مخبوزات ما يرضاش يدخلها يقول لك لا ده ممنوع، استاذن من الضابط والضابط يقول لك لا ممنوع، يعني بيبقى اكل انت تطيبه في البيت ومراعي ربنا فيه ان انت تطيبه بطريقه كويسه عشان البني ادمين اللي هياكلوا منه هم بيقلبوه وبيجيبوا معالق كده خشب وبيقعدوا يشوفوا فيه ويدوروا فيه، لان انا ما فيهوش حاجه ده اكل مثلا مش هنضره بيه، فبيبهدلونا صراحه خالص في تفتيش الاكل، وبعد بتفتيش الاكل بندخله نستنظروه في مكان ما ينفعش اي بني ادمين يقعدوا فيه، بيبقى فيه بقيه الاكل اللي هم واخدينه من العالم او رميينه في نفس المكان، بنبقى احنا قاعدين على زباله، الاكل اللي هم بيسيبوه او بيمنعوه انه يدخل او في اكياس بيترشقوه بيفضوا الاكل اللي فيها في حاجه تانية بيرموها تحتنا، بنبقوا قاعدين في زباله عباره عن زباله اللي احنا قاعدين فيها، بنستنى حوالي ساعة وساعة ونص على ما بيخرج لنا، ويا دوبك بيخرج لنا بيبقى حوالي مئات مستنزرة، اللي مثلا مسجون بيبقى ليه 3، شوف بقى لو 65 لو 70 مسجون بيبقى اضرب في 3 بيبقى كمية غير عادية، يعني بتبقى واقف جنبه مش سامع صوته
ما بتلحقش تعرف منه اخباره، ما بتلحقش انت تساله عايز ايه، ناقصك ايه، محتاج ايه. بالنسبه للغيارات بتاعته بنبقى من يعني من عانه ان احنا ندخله له غيارات ياخدها جوه، بيبقى في معاناه جامده فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما بنقول له طبعا الزياره الخاصه دي بنشوفه، بنقول له عن نفسك يا ابوي انت عامل ايه، بقول له والله انا تمام يوم وانا كويس يوم، بحسسني ان ايه يعني مش عايز يهزني. اما انا بنشوفه ما بنقول له بس خلي بالك من روحك يا ابويا، انت عايز حاجه قول لي اللي والله ما انا عايز حاجه يوم، بس خلي بالكم انتم من نفسكم. ابويا عامل ايه، ابوي راجل كبير عامل ايه، واخواتي عاملين ايه، اخواتي يعني اللي فيه واحده كانت واضعه ما راحتلوش خالص، عامله ايه يمه، وابنها عامل ايه، ونقول له كويسه يا ابويا احنا اللي عايزينك كويس، انت مش عايز حاجه، يقول والله ما انا عايز اي حاجه. انا بحسسني ان ايه مش عايز يهزني، بس انا والله ما بنشوفه ما بنقدرش بقى دموعي بتنزل، نقول منه لله اللي ظلمه، لان هو يعني ما عملش حاجه خالص، خدوه كده بظلم ما عملش اي حاجه، واخدينه من المحل بتاعه ما عملش اي حاجه خالص، ومنهم لله البعد. والله احنا بنقعد معاه 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير لما يكونوا هم راضيين والمزاج بتاعهم كويس، بيبقى ربع ساعة يعني بيحاول عايز يعرف الاخبار، لان هو كان اجتماعي بطريقة غير عادية، كان بيحب الناس وكان منفتح على الناس وكان ليه اصحاب كتير، فما بيحاول عايز يسأل على اصحابه، يسأل على جيرانه وعلى اهله وعلى اخواته وعلى عمامه، فما بنلحقش نقول نص اللي عندنا، يعني ما بنلحقش نتكلم معاه ونقول له نص اللي عندنا، يا دوبك بنسأل عليه اخبارك عامل ايه، ناقصك ايه، انت في حاجه، في مشاكل، هو انتوا عاملين ايه، خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من صحتكم، واحنا كويسين. ده بس اكتر من كده ما بنلحقش نتكلم معاه، يعني ما بنعرفش منه ان هو ناقصه طلبات، او هو متضايق من حاجه او زعلان من حاجه او عايز حاجه، ده ما بنعرفش، يا دوبك بس يا دوبك السلامات. الوقت ده بيضيع في ان احنا بنسأل نسلمه عليه وهو بيسلم علينا، وبيسأل على اصحابه على اهله على جيرانه على حبايبه، اكتر ما فيش اكتر من كده. وياخدوا والله يصفروا لهم صفرتين ويلا اللي ما ماشيش يجوا، قال له يلا يا سيد يلا يا سيد، يجوا خشين يعني نطلع، واحنا بقى اللي ليه بطاقه بياخدتي ونطلع، انا ما بنبقاش وعيا نفسي ساعه ما نطلع، انا عارف من كتر العياوه اللي بقى ما بيكملش 10 دقائق ما يلحقش يعني يتكلم خالص، غير لا نلحقوا نقول له كلمه ولا غيره، على طول ثواني اقل من قعدتي دي يجوا يلا يصفروا يلا، يعني معاملة غير تقول ما هم مش مسلمين خالص، يلا يلا تقول لهم ولا هم شاريين هم مش عارف طبعهم ايه ما نعرفش، يعني لو جوابه كده اهو وفي الجزيرة السلك كده اهو، بعت خطيبته بحتاه ما يرضاش العسكري اللي قدامك ايه وصلوا له سلك كده وسلك تاني ده هو، بس وصلوا جراح حتى شوف يقول لك لا ما يرضاش، جواب بحت لخطيبته لو اخذوه منه قطعوه. اقول للي اعتقلوه حسبي الله ونعم الوكيل في ظلمكم ليه، لان هو ما يستاهلش كده، وهو ما عملش حاجه للظلم اللي انتوا ظلمتوه له، هو راجل ماشي بما يرضي الله كويس، يعرف واجباته وما عملش اي شيء يعارض القانون او ضد القانون، ده ما اتاخد من محله غدر وغصب، هو ما عملش اي شيء يتحاسب ان هو ينظلم فيه ويتحبس فيه 8 شهور. حسبي الله ونعم الوكيل، انتوا عندكم اولاد وربنا يورينا فيهم يوم ويدوقكم من نفس الكاس اللي انتوا ظلمتوا به الناس ودوقتوه للناس. هنقول اللي يحتاج له حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ومنكم لله ونعمكم تضوقوا في عيالكم زي انتم ما تهمتوا فيه، تهمتوه باي تهم باطلي ينعمل في عيالكم زي ما بتعملوا فيه. هذا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، منهم لله. اقول للنيابه حسبي الله ونعم الوكيل، انتوا دلوقتي بتاخدوا اوامر من الناس وانتوا المفروض تبقوا في واقفين مع الناس مش ضدهم، رب في افتكر في ان في يوم في ربنا وفي يوم اقوى من اليوم ده، وفي ان شاء الله يوم هناخدوا حقنا منكم فيه، لان في ملك عدل مش هيرضى بالظلم اللي انتوا بتظلموه للناس ده، وفي اقوى منكم في ان شاء الله في الاخره وفي الدنيا باذن الله. ونقول للنيابه اتقوا الله في قلبكم واعدلوا بالحق، اتقوا الله مصيركم برضو واقعين زيهم كده، وربنا هيعمل فيكم اكتر من كده، اتقوا الله واعرفوا ربنا في اللي محتاجين قدامكم، ظلم اعملوا بالعدل، اعملوا بالعدل، ما تبقوش كده بيبوزوكم ويعملوا اسود عمايل، حرام عليهم، حتى حرام عليهم، مش الناس دي عيالهم يطيقوا هم عيالهم ينعمل فيهم كده، ما يطيقوش عيالهم ينعمل فيهم كده، حسب الله ونعم الوكيل فيهم في كل ظالم. اقول لبيومي اثبت يا بطل،
انت شرف وسام على صدرنا، احنا بنشرف بيك في كل مكان، وانت رفعت راسني وشرفتني لانك انت بطل، ودعاء الناس ودعاء جيرانك ودعاء اهلك ليك كفايه عليك، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتك انك انت ضيعت من الوقت ده من عمرك، وهو كان على فرحه، كان فاضل على فرحه شهر وهو مرتبط، وقال له يعني الفرحه بتاعته ومنعوه منها، فحسبي الله ونعم الوكيل، ونقول له انت اثبت ان شاء الله باذن الله النصر جاي وفرج ربنا جاي، وان شاء الله تاخد حقك، لو ما خدتوش في الدنيا باذن الله هتاخده في الاخر. والبيوم يثبت يا بطل، وربنا يخليك ويفديك من كل شر، وطول عمرك وينصرك على من يعاديك يا رب. يا رب ينصر على من يعاديه يا رب، وياخد حقه ربنا، ربنا هو اللي ياخد حقه.